طاب يومكم أيها التلاميذ. قراءة اللغة العربية للصف السادس الأساس، الجزء الثاني، الدرس 31. ازرع ولا تقطع. ازرع ولا تقطع. أولا، كان أبو جلال يذهب مع ولديه هوشيار وجلال إلى مزرعته ليقضي بضعة أيام. هناك بنى أبو جلال منزلا وسط أشجار الجوز والرمان والمشمش والتفاح والخوخ. ثانيا، وذات يوم وبينما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة من أجل التدفئة، وجد على الأرض غصنا طريا أخضر، فاعتقد أن هوشيار الصغير هو الذي كسره، فناداه بصوت عال. لبى هوشيار نداء والده قائلا: نعم يا والدي، ماذا تريد؟ فسأله والده: لماذا كسرت هذا الغصن؟ استنكر هوشيار هذا العمل قائلا: أنا أحب الأشجار يا والدي، ولا يمكن أن أكسر أغصانها. ثالثا، في هذا الوقت كان جلال جالسا على غصن كبير يقرأ في كتابه، فلما سمع حوار والده وأخيه تذكر أنه هو الذي كسر الغصن الطري عندما حاول الجلوس عليه، لكن الغصن لم يتحمل وزنه فانكسر ورماه على الأرض، فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. رابعا، تقدم جلال من أبيه خجلا واعتذر منه لأنه نسي أن للشجر فوائد كثيرة، ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن. خلاصة الموضوع: جرت الحكاية في الماضي. نرى أن أكثرية الأفعال التي استخدم في الموضوع أفعال ماض، مثل كان، بنى، وجد، اعتقد، كسر، نادى، لبى، استنكر، سمع، تذكر، حاول، رماه، بحث، جلس، تقدم، اعتذر، وعد. نتأمل أن في الموضوع عبارات دلت على الزمان والمكان. ألف، العبارات الدالة على الزمان: بضعة أيام، ذات يوم، بينما كان، في هذا الوقت، لما سمع، عندما حاول. هذه العبارات كلها تدل على الزمان. باء، العبارات الدالة على المكان: بين الأغصان، داخل المزرعة، وسط الأشجار. هذه العبارات تدل على المكان. وإلى اللقاء في الدرس القادم.